مقبلين على البنات المقبلين على الزواج في مرحلة خطوبة أو مرحلة عقد وخلاص بقى عندك حاجة بسيطة تيجي تقولك إيه؟ أنا بتضايق من خطيبي في السلوك الفلاني، وأنا بتضايق من خطيبي في الأمر الفلاني، وبعدين اتكلمت معاه وبعدين الكلام وصل لزعل والنقاش وخناق، فأنا قررت إن أنا أقفل الحوار. طب انت قررت تقفلي الحوار على اي اساس؟ نتعدل وفاهم وهنزعل وهنخسر بعض، ماشي. يعني هو الفكره ان انا ما نخسرش بعض، ولا الفكره ان احنا نوصل لحل وطريقه حوار واسلوب حوار معين عشان بعد كده في الزواج ما تعرضش للخيبه الكبيره اللي احنا ده بتطلق بعد شهر جواز، ده مش عايزه تخلف، والمشكله جايه انا مش هخلف، ما تجبرنيش ان انا احمل لان انا مش مستقره معاك نفسيا. طيب سؤال، انت دلوقتي في مشكله حقيقيه بينك وبين خطيبك، وفي عدم توافق ما بين فكره معينه عندك وفكره معينه عنده، لازم نقعد نشوف الحل فيه. طيب حاجه تانية، دلوقتي انا رحت مع بيته ومع اهله، وبعدين اهله بيتكلموا باسلوب معين لا يناسبني، عرفت الناس الطريقه والاسلوب اللي المفروض انك انت تتعاملي بيها، لا تكبر، اسمعوني، لا ده لا تكبر ولا تعالي ولا الكلام ده منع للمشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده في الزواج. من فضلك لازم تنتبه النقطه دي، لانها تيجي مثلا تيجي تقول لك ايه ما هو مش عارفين، وتيجي اهل الزوج دي واحده متكبره علينا على طول، عامله مشاكل ولا هي فاهمانا ولا احنا فاهمينها ولا يا جماعه انا متربيه في بيت اهلي بواحد اتنين تلاته، وانتوا عندكم واحد اتنين تلاته، طب تيجي نقرب تلاته لتلاته ينفع ما ينفعش؟ يبقى على الاقل خطوه خطوه، لا هم يلزموكي. انا بتكلمش على فكره لمعاملات عاليه، انا بتكلم حتى المعاملات الاجتماعيه العاديه. يعني الاقي طلاق وفي يعني طفل وحامل في طفل وبتطلق علشان خاطر اهل زوجها مش فاهمينها في امره، طب ما وضحتيش ليه ان الامر ده بيضايقك وتقعد تعيط؟ طب ما قلتيش لزوجك ليه ان الطريقه دي ما انا مش عايزاها؟ اطلي ما حصل في الخطوبه، هي دي النقطه بقى. بالله عليك ما احنا بنيجي نتكلم ونقول اكتبوا الاتفاقات اللي بينك وبين زوجك، اكتبوا الاتفاقات اللي بينك وبين بعض على ورق، عشان لما تيجي احنا ما يحصل موقف فلاني وجهه نظره ايه؟ ما توضحي. انا يا جماعه بحب اتعامل بالطريقه الفلانيه، ده رقم 2. النقطه برضو المهمه نقطه معلش يعني انا والله يعني ما عايزه اتكلم فيها بس يعني كتير، بس من فضلك ولو سمحتي اما تلاقي خطيبك يعني بيبذل كل جهده علشان يسعدك، وده قدره ودي استطاعته وشاب مجتهد وكذا، ليه تقللي من قيمه اللي هو بيعمله؟ وليه تستصغري؟ معلش يعني انت لو ليكي مستوى يا بنتي مادي واجتماعي ومعين وافقتي بيه من البدايه ليه؟ اصله كويس وعقليا اوكي عقليا وبوزيشن، بس مش دلوقتي، بس انا طب هو اجتهد جاب لك الحاجه الفلانيه ولا وداكي خروجه في مكان فلاني، ليه تتنمر؟ يعني مش عايزه اقول تنمر، ولكن يعني سخريه من القيمه ومن القدر، وانت ليه ما بالراحه على الشباب يا ستي؟ ده اللي بيجي يخطب دلوقتي ولا بيعمل ده بطل من الابطال في ظل هذه الغلاء الاقتصادي الرهيب، ده بطل، انا بسميه بطل، وراجل محترم انه دخل بيت. يعني مفيش ده، ما انتش عاجبك من البدايه، انا مع بس في الخطوبه انا مع مفيش ارتياح، وما انتش شايفه خطيبك هو ده أملة الدنيا ما تكمليش، وانت لو انت مش شايفها انت نور عينها وهي شايفاك أملة الدنيا والاخره ما تكملش. يعني معلش احنا بنتجوز علشان نرتاح ونسعد بعض، بنتجوز عشان نبقى في حياه اسريه فيها سكينه وراحه وحاجه حلوه، ما تمش الامر ده ها ولم يتحقق، ايه الهدف بقى من الزواج؟ هنقعد مستقلين بعض ونسخر من بعض ونقلل قيمه بعض ونقلل قيمه ايه ده انا ابويا جايب لي ليه كده بس؟ يعني حرام ان احنا نقلل جهد واحد بيبذل طاقته. في فرق، خلي بالك، تعالي، في فرق ما بين البخيل، ادفعي ما معيش اصل كريدي مش شغال اصل، لا يعني في فرق من اللي بيعمل كده، وفي فرق اللي بيجهد ودي استطاعته، ما وديكيش واو المكان الفلاني وما عملش واو المكان العلاني، ده قدر استطاعته يا بنتي. انت زعلانه ليه؟ يعني انا عايزه اعرف انت زعلانه ليه؟ ما انتش قادره ونفسيتك جايبه على نفسك قوي كده وعصر على نفسك ليمونه، لا حبيبتي ما تعصريش على نفسك ليمونه، انا عايزه الولد ده اللي جاي وتعب ودخل بيت واجتهد علشان يخطب فلانه، انا عايزاه مبسوط، انا عايزاه يبقى سعيد في خطوبته، تتعسيه ليه؟ ويبكي ويقول والله يا دكتوره مش معايا، مش مقدرتي، انا عارف ان هي كذا بس انا حبيبها وهي طيبه، بس هي على ما هيش شايفاك نجم ومش شايفاك البرنس البرانيس، الف سلامه. ودي قاعده على فكره احفظوها، يا مع السلامه، هنعمل ايه يعني؟
لكن ان احنا نقهر الشباب كده. طيب من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. معانا دين ومعانا خلق بيثبت هذا الدين، يعني ما ينفعش الاثنين. فاذا كان هو موجود واحنا صبرنا عليه مره ونساعده والاهل ما يتكلفوش عليه والاهل ما يتعب، خلاص. النقطه الثالثه، الحاجه القويه قوي يا دكتوره اللي بشوفها في قلب خطيبتي واسيبها او ما اكملش معاها، حاجتين: كذب، بتكذب، او الاخلاق فيها نوع من انواع اللي ملهاش حل مع الله سبحانه وتعالى. لكن في ناس بتبقى قليله في الامر، بس ساعه ما تذكريها بالله تذكر اعمل حاضر، لا نقوم، ايه المشكله نصلي فجر، كذا. لو ربنا ملوش قيمه وقدر عندها، مش هيبقى انت ليك قيمه وقدر عندها، لان اللي اعظم منك ما هوش مقدر في القلب. وانت نفس الكلام تقول لي كذاب، لا الكذابه لا. بصوا، يسرق ولعقوب، الاثنين لهم عقوبه، حاجه عجيبه جدا. يعني ليه في القران اللي يعمل كذا؟ لان ممكن المؤمن يحصل منه كده ويرتفع عنه ثوب الايمان وبعدين يتوب فيرجع تاني، لكن مفيش عقوبه للكاذب. ليه؟ لان المؤمن لا يكذب ابدا. الكذب يهد بيوت، الكذب يهد بلاد، الكذب يهد حضارات، الكذب يوقع اسر ويحصل فيهم طار. فلا، لقيت وتاكدت من حاجه زي كده ما تكملش. تاكدت من حاجه زي كده، مش يقول لك اصله فورياجي، اصله ايه كلامانجي، اصله لا بيقول كلام لا، ده اسمه اصله بيفشر، ما ده كذب، يعني ما ده كذب صريح. فانا ما انصحش بحاجه زي كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. استخيروا يا جماعه ووعدوا كده مع 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 مره واثنين وثلاثه مع ربنا، قولوا ربنا انا يا رب حطيت يعني حياتي المقبله بين ايديك يا رب، يا رب انا رميت توكالي عليك يا رب، اجعل ولو في حاجه بيني يا رب واشرح صدري لهذا الامر يا جماعه عشان خاطري. لكن نيجي ونبقى شايفين في الخطوبه الامر ده، تيجي تندمي بعديها: طب ما انت كنت شايفه في الخطوبه. اوعي بقى تلومي حد، وحذرناكي مره واثنين وثلاثه، وحذرناك مره واثنين وثلاثه، وانت اللي حبيت تكمل. لازم تبقى شايف خطيبتك افضل شيء، ولازم تبقى شايفه خطيبك ده افضل شيء في الدنيا. لكن ما تحققش الامر ده يبقى خلاص، ايه لازمتها؟